صحيح. طب نشوف. هاي بطل، عامل لي مشاكل انت ليه بس يا بهاء؟ الله، احنا مش في سن بعض. لما الناس تقلبك دهف وعجزت، انا هيتقال عليا ايه؟ عجزت زيك؟ انت هنا من امتى يا مختار؟ بقالي شويه بس جيت لقيتك نايم فما رضيتش ازعجك، قعدت مع داليا شويه بره. داليا تعبت معايا قوي يا مختار. اكيد. اوعى تقول كده يا مراد، ده انا لو قعدت جنبك 100 سنه برضه مش هعرف ارد لك الجميل. انت تقدر تخرج بس ما تعملش اي مجهود، وزي ما قلت لك مفيش سجاير ولا دهون. الحمد لله على سلامتك يا مراد. ميرسي. عن اذنك. ميرسي يا دكتور. انت بقى تسيبك من الشغل والدوشه دي وتروح تاخد اجازه كده على البحر، تشوف فيو حلو وتدلع نفسك. فكره كويسه جدا. تيجي نسافر باريس؟ باريس طبعا انا اتمنى، بس انا ما عنديش باسبور. مش انت برضه تعرف تحل الحكايه دي مختار؟ كل حاجه وليها حل اكيد. طيب عايزين نطلع باسبور داليا، عايزة تسافر معايا، اعتبره حصل. اغنوني شويه. اركب الحنطور واتحنطر درجن درجن. اركب الحنطور واتحنطر بس اقعد قدام واشد اللي جام. واتحنطر درجن درجن اتحنطر. ايوه اخويا جيت. خليك في حالك وانا في حالي. أنا واحدة بتتحنطر درجن درجن أتحنطر. الله حلو قوي الشمع جامد. النبي يا بنتي يا فتون، ده انت قمر مزة. أركب الحنطور واتحنطر. وحشني جدا. الحمد لله على سلامتك. حاسس كاني بقالي سنه ما جيتش. الفردوس فرحانه. ازيك يا مختار؟ والله انت نورت يا مستر مراد. الحمد لله على السلامه. الله يخليك يا فردوس. انا عارف ان انت مبسوطه بس بلاش حكايه الزغاليد دي لو سمحتي. غصب عني بقى من فرحتي والله. فردوس الاكل من هنا ورايح مسلوق والملح قليل. من عينيا الاثنين. شوفي مختار بيشرب ايه. لا انا تعبان هروح بقى. ما تنسيش الميعاد بتاع السجل المدني عشان ده ورق كتير عشان نعرف نطلع لك الباسبور. ده بكره صح؟ اه ماشي. تعبينك معانا يا مختار. ماشي. انا شفت منك غير البهدله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حبيبي. مع السلامه. سلام. انا عايز اشرب قهوه يا فندم. حالا القهوه تجيلك. لا قهوه ايه؟ 2 اورنج بليز. قهوة ايه يا مراد؟ الدكتور قال مفيش قهوة. ليه كده؟ ما هو قال قهوة واحدة في اليوم كويس. لا قال واحدة في الشهر. قهوة واحدة في الشهر. الشهر ده كتير يا داليا. ماشي 25 يورو. اورنج بليز حبيبتي. احلى اورنج يجي لك حالا. طب خليه اسبريسو. اسبريسو؟ ماشي. ماما قهوة لا. عارفة لما كنت في المستشفى ساعات لما كنت بفتح عينيا الاقيكي جنبي كده كان جاي لي احساس ان انت خايفة عليا، خايفة لاموت. مش كده يا مراد بعد الشر عليك. عارفي. أكتر حاجة كانت شغلاني إيه؟ أنا كنت خايف لا بعد ما أموت يعني تتبهدلي. مش غلاسة بقى، ما تتكلمش في الموضوع ده. ربنا يخليك ليا، يحميك من كل شر. يعني أستاهل القهوة؟ هتشرب العصير على بال ما أخد الشاور. يلا باي. عليا تجيب لي مية. ماشي. فردوس. أول ما رجالتك جابوني هنا وانا عارف اني جاي لك انت. ما انا لو كنت بعت لك بالحسن وما كنتش جيت.
عايز مني ايه يا امسي؟ حقي تمن اللي سرقته مراتك وابن عمك. يا دعب عليك، ده احنا متربيين مع بعض اوسخ تربيه. حد عرف يضحك عليا ولا ياكل حقي؟ انا خارج من السجن مالت، ما حلتش الا الهدوم دول. تاخدهم 450,000 جنيه، بمكسبهم يعني 1.5 مليون. مليون ونص؟ ايه دول؟ الدين اللي عليك، تمن وساخة مراتك وابن عمك. انت ما بتفهمش يا انسي، فتون وراشد تاهوا مني زي ما تاهوا منك. انا اللي عملته مع مراتك وراشد ده كرامة ليك، يعني اللي ليا بقدم في رقبتك انت. اسمع يا انسي، وانا جاي في الطريق كنت بفكر وقلت مفيش قدامك الا خيارين اتنين. انت بتخيرنا انا؟ ايوه، يا اما تفكني وافضل عايشه تلطيش، يا اما قول انت بقى. لا انا اقول لك، استحمى وانضف والبس دول وتعالى بره. لا لا لا، مش وقتك خالص. دي مين دي؟ مروة. مجنونة؟ لا مجنونة دي نجوى. يبقى دي اللي انت علقتها من المطعم. لا انت قصدك على شهيرة. يخرب بيت، هو في ايه يا عم انت؟ هو ما فيش رجالة في البلد دي غيرك ولا ايه؟ هو النمر ده اللي مودينا في داهية. بصراحة أنا بدعي عليك، بدعي ربنا يرزقك بواحدة تقلب عليك كل القديم والجديد. هو ده زيك لما بيقع هيسف التراب. خلاص يا ان شاء الله انت. لا بجد والله، يقول هو انت ما فيش واحده وقفت قدامك؟ يعني اي واحده عايز تجيبها سكه بتيجي لازم تقع. انت ابوك مش لواء شرطه؟ واخويا كمان ظابط. بس اشمعنى؟ اسالهم بقى هم ازاي بيعرفوا الحرامي من شكله. بيقول لك العامل عامل عينيه بتبقى زاغه وما بيبقاش على بعضه. ستاك كده بالظبط. لا لا مش فاهم. انا بخش مكان والاقي في واحده بتعجبني بفضل باصص لها لغايه لما عينيها تيجي فيها. وبعدين زي ما قلت لك بقى، عينيها هتروح وتيجي، تبقى مش على بعضها زي الحرامي اللي واقف قدام الظابط بالظبط. انت اللي زيك مش هيورد على جنه. بس في واحده بقى اليومين دول يا رمزي، لما بقف قدامها بحس ان انا الحرامي وهي بقى مش ظابط، لا وزير الداخليه. يا سلام، ده كده ربنا استجاب لي دعائي. ودي مين دي بقى؟ واحدة كده أول مرة في حياتي يا رمزي أبقى واقف قدام واحدة معرفش أعمل إيه. مش عارف أعمل أي حاجة لدرجة إني مش عارف أبعد عنها. الله، طب وليه تبعد؟ عشان ما ينفعش. لا لا لا، استنى بقى كده عندك واحكي لي الموضوع من أوله لآخره. لا مش وقته خالص دلوقتي. اركب اركب. تفهمني؟ اركب بقول. امسك دي. هادي. انت جاهز؟ يلا بينا. نطلع على فين؟